هيك بس كمية كافية نحركهم جواتهم، يعني حتى لو قعدت شوي كمان ما بيأثر، يعني مو ضروري الموضوع بسرعة يكون كتير. أوكي. بس ازاي يعني؟ طب ما انت هتاكل الناس يعني انا هاكل بسرعه، طب الناس ما انت لا لا هي يعني ما بتاخذ وقت شوي لحتى تشتش. هلا بناخذ الصوص الزبادي. ماشي تمام. حافر شوي على طبق تبعي بهالشكل. طبعا في ناس تحب صوص الزبادي يكون كتير كمان، فما في اي مشكله. ممكن نكتر يعني. ممكن تكتر بس انا حاولت لي بدي شيء خفيف، فمشان هيك انا ما كترت كثير. اجيب المنديل عشان وقعت نظف على طول، وهنا لو سمحت على طول. ايوه فورا فورا ضروري اساسي الموضوع. هناخد الباذنجان نحطه بهالطريقة، وده كده خلص ولا هندخله؟ لا لا ده خلص. خلص خلاص جاهز للأكل. طب دي أكلة سريعة والله. دي أكلة سريعة وسهلة كتير طيبة. أيوة سريعة يعني مش شايفة خدش وقت كتير خالص. لا أبدا أبدا أبدا، موضوع كتير بسيط. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.